اكو عوامل فكريه تخلي الانسان ينحرف عن الدين. عوامل شنو؟ فكريه. مثل شنو عوامل فكريه؟ مورد من موارد العوامل الفكريه عدم فهم الدين اصلا. ولما ما فاهم الدين بشكل صحيح يعترض عليه. اجيب مثال، واحد ما فاهم القضاء والقدر، عندنا بالثقافه الدينيه وفهم القضاء والقدر صعب جدا، صعب جدا، يحتاج درس ويحتاج تفهم ويحتاج الى اخره. ما فاهم القضاء والقدر فيتهم عدل الله تعالى، يقول عندكم مشكله بالعدل. هو فعلا اكو مشكله بالعدل؟ يو هو ما فاهم القضاء والقدر. ها؟ هو ما فاهم. هو لو يفهمه بشكل سليم ما تصير عنده مشكله بالقضاء، هو ما فاهمه. لما هو ما فاهمه يتصور القضاء والقدر به مشكله فينحرف عن الدين. الامر بين الامرين جبر وتفويض امره، ما فاهم اصلا الامر بين الامرين شنو فيعترض. عصمة الانبياء اذا رب العالمين اذا جبريه شنو فضلهم علينا؟ هو اصلا ما فاهم العصمه مو جبريه اصلا، من قال ان العصمه شنو؟ جبريه. من قال؟ فيعترض يقول شنو فضل الانبياء علينا؟ انا رب العالمين هم لو عاصمني مثل ابراهيم هم اصير مثل ابراهيم. يابا انت افهم العصمه بالبدايه شنو بعدين احكي. هذا عامل فكري يشكل مشكله هذا فيخلي الانسان ينحرف. وذيك عوامل اخلاقيه، هذا عامل فكري. انتم اذا تعتقدون بامامه الحسن، الحسن شلون تنازل الخصمه وما فاهم الامامه اللي يعتقد بها شنو؟ هو عصبان الامامه رئاسه ظاهريه، فاذا الحسن عليه السلام هادن يعني الامام تنازل عن الامامه، لانه ما يفرق بين امامه الهيه وبين رئاسه دنيويه، ما يفرق، مع انه انا نظريتي بالامامه تختلف. انت افهم الامر جيدا بعدين احكي. فعامل من عوامل الفكريه الانحراف عن الدين هو هاي المشكله هذه، لانه الانسان ما فاهم خصوصا الامور الصعبه بالالهيات بغيرها ما فهمها فيعترض على الدين في الواقع. واعتراضه بمرور الزمن يسبب له انحراف في الواقع. عامل اخر فكري، مراكمه، اخر شيء وروح مصيبه، يخلي الانسان ينحرف عن الدين، مراكمه الشبهات. شنو؟ مراكمه الشبهات، يعني شاب ما عنده خلفية معرفية جيدة يتابع مواقع المنحرفين اللي هم ضد الدين اللي يثيرون إشكالات ضد الدين، يتابعها يوم يومين بس يستمع شبهات، الأجوبة ما يعرفها، يستمر بالمتابعة، يستمر على المتابعة، هاي بمرور الزمن باللاوعي تسبب له مشكلة يوم تسبب له مشكلة تسبب له مشكلة. انت طفل تقول له انت خجول ما تقدر تسوي شيء، ابوه، امه تقول له انت خجول ما تقدر تسوي شيء، عمه يقول له انت خجول ما تقدر تسوي شيء، اخوه يقول له انت خجول ما تقدر تسوي شيء، الاستاذ مالته بالمدرسه يقول له انت خجول ما تقدر تسوي شيء. راح يصدق الطفل لو ما يصدق؟ باللاوعي راح يقتنع انه كل شيء ما يقدر يسوي ويفشل بحياته لو ما يفشل بحياته. خو انت مقابل هاي المواقع من الصبح لليل وهاي شغلها بس تثير اشكالات على الدين، بس تثير شبهات على الدين. وانت ما تروح من اهل الاختصاص تقول لهم هاي الشبهه شنو جوابها وخلفيه معرفيه جيده ما عندك، ايش راح يصير؟ مرور الزمن راح يصير انحراف، امر طبيعي وتلقائي وانت هم تصير بوق لهم وتحكي على الدين. هذا نعبر عنه مراكمه الشبهات من دون اجوبه، مراكمه الشبهات باللاوعي يجر الانسان للانحراف. وهاي الامور اللي قاعد اسولف بيها قاعد تصير مع بعض الشباب من خوفي اقولها، استغل محرم لان الحضور جيد، الاستماع جيد، المتابعه جيده. هذه مسؤوليه اكون اوصلها. لان بعض شبابنا وخصوصا مع هذا الانفتاح على هذا العالم الافتراضي ومواقع التواصل، بعض شبابنا قاعد يوقعون. هذه عوامل فكريه.